البلاد تاعنا لازم تسقم، مي بلا هادوما اللي فسدوها وداوها للخلا وخلاو لنا البلاد، اليوم مازال يحبوا يعاودوا يوليوا. نقولوا لا، الشعب كله يطالب بمادة 7 مرفوعة لهيك، أنه الشعب هو مصدر كل سلطة، وأنه الشعب لازم يكون هو المرافق لتسيير المرحلة الانتقالية اللي راهي جاية. نفس الأسماء يعاودوا يحطوهم لنا، ينو بروبوز نفس الأسماء، ماشي حنرضاو بهذا الوضع. خلاص حنا ما طالبين والو، سمح الله يسهل، كاين العدالة اللي تحكم بيناتهم، هذا واش أنا طالبين يا سادة.